مع الأسف يوم بعد يوم تتكرر هذه المسات، بل تزداد هذه المسات، مسات انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر التيار الكهربائي. نعم. اليوم مع متابعتنا للأحداث التي حصلت، هناك اعتداء على الأبراج الكهربائية اللي موجودة في مناطق، بعض هذه المناطق نائية، وطبعا سببت هذه الأبراج، سقوط هذه الأبراج إلى خلل في الشبكة الوطنية، باعتبار أنه العراق هو شبكة وطنية، لذلك أي سقوط أي اعتداء على الأبراج يؤثر على الشبكة الوطنية وسبب هذا الخلل. طبعا احنا عندنا 46 ألف برج موجود في الشبكة الوطنية في العراق، أي سقوط أي اعتداء يؤثر بالتالي على الشبكة الوطنية ويقلل من أي سبب انقطاع التيار الكهرباء.